راجل واحدة ست. الاتنين المحترمين دول طلعوا في شهر سبتمبر قالوا كلمتين اتنين عملوا حريقة ضخمة في الاقتصاد البريطاني، خلت مسؤول البنك المركزي البريطاني يشدوا في شعره ويتدخلوا فورا علشان يطفوا الحريقة دي قبل ما الاقتصاد البريطاني يروح فيها. يوم الاربع 28 سبتمبر بنك انجلترا فاجئ العالم كله باعلانه انه هيبدأ يشغل المطابع بتاعته تاني وهيطبع عشرات المليارات من الجنيه الاسترليني ويضخها في السوق بسرعة في صورة مشتريات لسندات الحكومة البريطانية. البنك قال في بيانه الاول ان عمليات شراء السندات هتكون بأي نطاق ضروري، يعني ملهاش سقف. وبعدين رجع وضح انه عنده استعداد لطباعة 65 مليار استرليني هيتم انفاقهم على شراء السندات الحكومية في اقل من اسبوعين بس علشان يظبط السوق. التحرك السريع والمفاجئ اللي حصل من البنك المركزي كان محاولة منه لانقاذ بريطانيا من الدخول في ازمة مالية عنيفة، بعد ما رئيسة الوزراء البريطانية ومستشار الخزانة في حكومتها كشفوا عن خطة اقتصادية عجيبة خوفت السوق كله على مستقبل الاقتصاد البريطاني وتسببت في انهيار الاسترليني لمستويات غير مسبوقة. الاسترليني اللي كان في 2007 ب2 دولار امريكي قرب النهاردة من التعادل مع الدولار. الاقتصاد البريطاني حاليا واقع في ازمة عجيبة مش متعودين نشوفها في الاقتصادات المتقدمة. ببساطة الحكومة الجديدة اللي لسه ماسكة البلد في بداية سبتمبر اللي فات عاوزة تاخد الاقتصاد في سكة، والبنك المركزي على الناحية التانية عاوز يودي الاقتصاد في سكة تانية، والسكتين متعارضتين تماما. ما هو يا نمشي يمين يا شمال. وده يخليك تسأل هو ايه الحكاية؟ ايه اللي بيحصل بالظبط في بريطانيا؟ ايه هي تفاصيل الخطة الاقتصادية اللي كان المفروض تطلع البلد خطوة لقدام رجعتها 100 لورا؟ ليه السوق خايف من الخطة وخبراء شافوها غبية؟ وازاي فلوس المعاشات بتاعة البريطانيين كانت هتضيع وهتروح في شربة مية؟ والسؤال الأهم بقى، ازاي رئيسة الوزراء البريطانية ضحت بوزير المالية في آخر لحظة علشان تنقذ نفسها؟ وليه تراجعت في خطوة مذلة سياسيا عن جزء كبير من خطتها رغم انها كانت حلفة يمين طلاق ما ترجع فيها؟ ده جزء من اللي هندردش فيه مع بعض حلقة النهاردة. أنا أشرف إبراهيم، ده المخبر الاقتصادي بلس. في 6 سبتمبر اللي فات زعيمة حزب المحافظين البريطاني السيدة ليز تراس قابلت ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية في قلعة بالمورال في اسكتلندا علشان تكتمل مراسم تنصيبها كرئيسة لوزراء بريطانيا. تراس مسكت الحكومة في ظروف صعبة جدا، البلد لسه ما فقتش من أثار أزمة كورونا وبتحاول تتماسك قدام تبعات الحرب الروسية الأوكرانية اللي شقلبت أحوال سوق الطاقة وضغطت على القوى الشرائية للبريطانيين اللي عانوا في يوليو اللي فات من تضخم ما شافوش زيه من 40 سنة. وده طبعا غير سياسات الفيدرال الامريكي الله يهده اللي شغال رفع في اسعار الفايدة من مارس اللي فات. لكن برغم كده الناس كانت مستبشرة خير بليز تراس لانها معروفة عنها انها شخصيتها قوية وما بتتهزش بسهولة، لدرجة ان البعض شبهها بمارجت تاتشر المرأة الحديدية اللي لا تزال لحد النهاردة واحدة من اشهر السياسيين مش في تاريخ بريطانيا بس وانما تاريخ اوروبا كلها. المهم دلوقتي كفاية كلام، احنا عاوزين افعال. السوق كان مستني تراس ترمي بيضها وتكشف ورقها وتقول للناس هتعدل الميلة ازاي. وبالفعل تراس كشفت خطتها بعد ما يقرب من اسبوعين ونص من توليها لمنصبها، ولسان حال السوق من ساعة ما كشفت خطتها ولحد النهاردة ياريتني ما سألت، ياريتها ما كشفت الخطة وفضلت متغطية. في 23 سبتمبر اللي فات السيد كواسي كوارتينج مستشار الخزانة البريطاني اللي نقدر نقول عليه وزير مالية بريطانيا واقف قدام أعضاء البرلمان البريطاني وقعد يخطب فيهم أقل من 30 دقيقة بشوية يشرح لهم فيها الخطة المالية العبقرية اللي اتفق عليها هو ورئيسة الحكومة. الخطة المالية اللي كوارتينج وصفها بأنها نهج جديد لعصر جديد أطلق عليها اسم ميني بادجت أو ميزانية مصغرة. لحد هنا الدنيا تمام، الخطة اسمها مباشر ميني يعني حاجة صغيرة ما تزعلش حد. المهم يا سيدي مستشار الخزانة المحترم يخلص عرض الميني بادجت من هنا والسوق يتقلب من هنا وكله يجري حوالين بعضه ومحدش فاهم الحكومة عملت الخطة بالشكل العجيب ده ليه. اللي رئيسة الوزراء ومستشار الخزانة شايفينه العالم كله مش شايفه. طبعا هتسألني هو قال ايه بالظبط او ايه هي تفاصيل الخطة اللي ربكت الدنيا؟ انا عشان راجل جدع هقولك. أول حاجة شملتها الخطة دي هي إنفاق 60 مليار استرليني في الست شهور اللي بيبدأوا في أكتوبر 2022 لدعم فواتير الطاقة بالنسبة للأسر والشركات من خلال فرض سقف سعري لأسعار الطاقة والدعم للكل بغض النظر مستحق أو لأ. ده سقف سعر هيتطبق على الجميع.
الناس دي مزاجها رايق وبتضحي وعاوزة تروق على الشعب كله. طب ايه تاني؟ خد بقى التفصيلة اللي جننت السوق. الحكومة هتنفذ تخفيضات ضريبية قيمتها 45 مليار استرليني على مدار 5 سنين، ودي أكبر خطة تخفيض ضريبة تشوفها بريطانيا إن 50 سنة. بصوا يا جماعة، في إنجلترا ضريبة الدخل الأساسية قيمتها 20%، ودي بتتفرض على الناس اللي بتكسب ما بين 12,571 جنيه استرليني في السنة و 50,270 جنيه استرليني في السنة. أما بقى لو دخلك بيتراوح ما بين 50,271 جنيه استرليني و 150,000 استرليني في السنة، فساعتها الضريبة المفروض عليك هتكون 40%. بعدها تيجي الشريحة الثالثة والأعلى، واللي تخص الجماعة اللي بيكسبوا أكتر من 150,000 استرليني في السنة، والناس دي بتدفع ضريبة قيمتها 45%. ده هو وضع ضرائب الدخل قبل الخطة بتاع تراس وكوارتنج. التعديل فين بقى؟ أو هم عاوزين يخفضوا الضرائب على مين بالظبط؟ قالك معدل ضريبة الدخل اللي بنفرضها على الشريحة الأدنى هنقللها من 20% ل 19%. بس كده؟ قالك لا، أعلى شريحة ضريبية اللي هي 45% اللي بتتفرض على الجماعة المقتدرين اللي بيكسبوا أكتر من 150,000 استرليني في السنة هنلغيها خالص. الناس دي من هنا ورايح هتخضع لمعدل الضريبة المتوسط اللي يخص الجماعة اللي بيكسبوا أكتر من 50,000 استرليني. يعني هو كده بيخفض الضرائب للشريحة الأغنى في البلد، واللي بالتأكيد مش بحاجة للدعم أو للتخفيض ده. الخطة الضريبية برضو اشتملت على حاجة مهمة جدا، ضريبة الشركات في بريطانيا كان المفروض إنها تزيد السنة الجاية وتوصل ل 25%. الزيادة دي الخطة لغتها وقالوا هنخلي ضريبة الشركات زي ما هي عند 19%. براحتك، عاوز تخفض الضرائب عيش، بس مولها. الكارثة بقى هي إن الخطة الضريبية دي unfunded، يعني غير ممولة. يعني بالبلدي كده الحكومة البريطانية ما معهاش بديل لل 45 مليار استرليني اللي هتستغنى عنهم من حصيلتها الضريبية لفئات أغلبها غير مستحق. وعلشان تمول الخطة دي طبعا ما قدامهاش غير السلف. الفكرة اللي قايمة عليها الخطة بتاعت راس وكوارتنج بسيطة جدا، وهي وضع فلوس أكتر في إيد البريطانيين كمحاولة لمساعدتهم على تحمل تبعات الأوضاع الاقتصادية الحالية. ده الملمح الواضح للخطة. الخطورة بقى هي إنك رايح تحط فلوس أكتر في إيد الناس اللي عايشين في اقتصاد بيعاني بالفعل من مستويات تضخم خزعبلية. يعني سيادتك كده هتزود التضخم أكتر وهتخرجه عن نطاق السيطرة. في يوليو اللي فات التضخم في بريطانيا وصل لأكتر من 10%، ده أعلى مستوى تضخم البلد شافته من ساعة ما إيطاليا كسبت ألمانيا الغربية 3-1 في نهائي كأس العالم سنة 1982. أي حد بيفهم بربع جنيه اقتصاد يعرف كويس جدا إن العلاج النموذجي لمشكلة التضخم بيكمن في إنك تخلي الناس تصرف أقل مش أكتر. ده اللي الفيدرال الأمريكي الله يهد حيله بيعمله من خلال رفع أسعار الفايدة. باختصار بيسحب السيولة من إيد الناس. الحكومة البريطانية بقى بتخترع في خطتها. غير كده الحكومة دي أصلاً ما معهاش فلوس تمول بها خطتها السخية دي. الخطة اللطيفة دي من المتوقع أنها تزود عجز الميزانية وتوصله لما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي. العجز أو الفجوة التمويلية دي علشان نغطيها هنستلف. والمشكلة بقى هي إن ديون البلد بالفعل على مقربة من إنها توصل لمرحلة حرجة. الدين العام في بريطانيا بيقترب النهاردة من 2.4 تريليون استرليني، وده بيعادل 96% من الناتج المحلي للبلد. بلومبرج تتوقع إن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا توصل ل 101% على 2030. المهم، أول ما تم الإعلان عن الخطة دي حصلت حالة من الفزع بين المستثمرين في السوق، وكله قال كده البريطانيين ماشيين في سكة اللي يروح ما يرجعش، لأن التخفيضات الضريبية دي كانت بالنسبة للمستثمرين خطيرة وغير منطقية في بلد بيعاني بالفعل من تضخم بيعادل 5 أضعاف النسبة اللي بيستهدفها البنك المركزي. ومن هنا انطلقت عمليات بيع الأصول البريطانية في الأسواق المالية. المستثمرين اللي معاهم سندات أو ممتلكات مقاومة بالاسترليني جزء كبير منهم جري وبدأ يبيع كل اللي يقدر عليه. حالة الفزع دي كان لها نتيجتين رئيسيتين. الأولى هي إن الاسترليني اتهبت في الأرض في نفس اليوم اللي تم فيه الإعلان عن الميزانية المصغرة اللي هو يوم 23 سبتمبر. الاسترليني تراجع ووصل سعره قدام الدولار الأمريكي لأقل من 1 دولار و10 سنت لكل جنيه استرليني، وده لأول مرة من 37 سنة وتحديدا من سنة 1985. المهم، النتيجة التانية المباشرة لحالة الفزع اللي حصلت في السوق كانت في سوق السندات اللي حصل فيه ما يشبه الزلزال. حصلت في السوق أنشطة بيع كبيرة للسندات الصادرة عن الحكومة البريطانية اتسببت في ارتفاع معدل العائد عليها. قبل ما يتم الإعلان عن الخطة المشروعة
المشؤومة بتاعت تراس وكوارتينج العائد على السندات المستحقة بعد 30 سنة اللي بتصدرها الحكومة البريطانية كان بيدور حوالين 3.8%. بعد الإعلان عن الخطة بكام يوم وفي ظل موجات البيع الكبيرة للسندات دي، الحكومة البريطانية اضطرت ترفع العائد لأكتر من 5%، وده كان أعلى عائد السندات دي توصل له في 20 سنة على الأقل. الهبوط السريع للعملة والارتفاع الكبير في عوائد السندات بيهددوا طبعاً استقرار الاقتصاد، وبالتالي لازم حد كبير وبيفهم في البلد دي يتدخل. مستشار الخزانة كوارتينج كان في البداية مكبر دماغه وعامل فيها تقيل ومش متأثر بتقلبات السوق، وقال نصاً Markets will react as they will، يعني دي ردة الفعل الطبيعية بتاعت الأسواق يا جماعة، وما تكبروش الموضوع، يومين والدنيا هتهدى. وده كان نفس رأي ليستراس، لكن عدى يوم والتاني والثالث والرابع والأسواق ما بتهداش، والسندات الحكومية أسعارها بتقع والعائد عليها بيزيد. قول استليني مش قادر يصلب طوله ورائد على ركبه قدام الدولار. الشيء اللافت للنظر بقى هو انه طوال الايام التالية للاعلان عن الخطة، رئيسة الوزراء تراس ومستشار الخزانة المقرب منها سياسيا بشكل كبير كوارتينج، كل شوية واحد منهم يخرج بتصريح علشان يطمن السوق والمستثمرين بكلام من نوعية احنا خطتنا اللي انتوا زعلانين منها دي بندعم من خلالها النمو الاقتصادي والاستثمار وكل الكلام اللطيف ده، ولكن في كل مرة لا السوق بيهدى ولا المستثمرين بيطمنوا. طب ليه؟ باختصار لان مفيش حد في السوق بيثق لا في كلام رئيس الوزراء ولا في كلام مستشار الخزانة، ودي كارثة على فكرة. تراس زي ما قلت لكم من شوية مسكت رئاسة الوزراء يوم 6 سبتمبر، بعدها بيومين وتحديدا يوم 8 رفضت توم سكولر السكرتير الدائم للخزانة البريطانية، لانه على ما يبدو كان غير متفق مع رؤيتها هي ومستشار خزانتها كوارتينج، والراجل اللي اترفض كان معروف في السوق باعتباره واحد من افضل الاقتصاديين التكنوقراط في بريطانيا. تمر الأيام ونيجي يوم 23 سبتمبر اليوم اللي تم فيه الإعلان عن الميني بادجت، نلاقي إن الخطة اللي اتعرضت دي تم عرضها بدون تحليل مستقل من الجهة المسؤولة عن مراقبة المالية البريطانية. في العادة يا جماعة قرارات وخطط الحكومة البريطانية المتعلقة بالميزانية بتتبعت الأول لحاجة اسمها Office for Budget Responsibility أو مكتب مراقبة الميزانية، وده مكتب مستقل عن الحكومة مهمته إنه يطلع على الخطط والقرارات الحكومية ويقول القرار الفلاني أو الخطة الفلانية هيكون تأثيرها عامل ايه على الميزانية. تراس وكوارتينج بقى عرضوا خطتهم على البرلمان بدون ما يكشفوا لحد. مكتب مسؤولية الميزانية قال ايه في تقييمه للخطة دي؟ يعني المكتب ده شايف خطة الحكومة هتتأثر على الميزانية ازاي؟ ده سؤال محدش يعرف اجابته لحد اللحظة اللي احنا بنصور فيها الحلقة. رئيسة الوزراء ومستشار الخزانة رفضوا ينشروا التقييم ده، وقالوا المكتب هيفرج عن تقييمه كمان شهرين تقريبا او يوم 23 نوفمبر اللي جاي. ده طبعا قلق السوق اكتر. لكن بعد ضغوط من كل الاتجاهات الحكومة رجعت تاني وقالت خلاص يا جماعة هنخلي مكتب مسؤولية الميزانية يفرج عن تقييمه يوم 31 اكتوبر اللي جاي. مين بقى اللي قاعد بيراقب الهبل والعشوائية اللي بتحصل في السوق؟ بنك انجلترا. في 28 سبتمبر وبعد مرور 5 ايام على اعلان الحكومة عن خطتها وفشلها في طمأنة الاسواق، بنك انجلترا اعلن انه هيتدخل بلا سقف في سوق السندات يشتري اي كمية علشان يظبط السوق قبل ما قطاعات رئيسية في البلد تنهار. والكلام هنا عن قطاعين أساسيين، الأول هو صناديق المعاشات التقاعدية اللي فيها أموال التقاعد بتاعة البريطانيين واللي بعدها اقترب من حافة الانهيار وواجه أزمة سيولة شديدة بسبب تراجع أسعار سندات الحكومة البريطانية وارتفاع العائد عليها لمستويات قياسية. في الطبيعي كان المفروض الحكومة البريطانية هي اللي تتدخل وتحاول تنقذ صناديق المعاشات التقاعدية اللي أصولها بتقترب من 1.5 تريليون استرليني، ولكن البنك بادر وما استناش الحكومة من المنطلق، كان الخايب نفع نفسه ومشيها الخايب. البنك لو كان اتأخر كام ساعة بس بريطانيا كانت دخلت في أزمة مالية، أزمة 2008 جنبها كانت هتبقى لعب عيال. في 5 أكتوبر اللي فات نائب محافظ بنك انجلترا جون كانليف بعت خطاب لرئيس لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني ميلسترايد بيوضح له في كواليس تدخل البنك المركزي يوم 28 سبتمبر. بحسب نائب المحافظ يوم 27 سبتمبر بالليل مجموعة من صناديق المعاشات تواصلت مع البنك واستنجدت به من تبعات ارتفاع عوائد السندات البريطانية اللي تسبب في تحول
صافي أصولهم لقيمة سلبة. تاني يوم الصبح على طول بنك انجلترا أعلن أنه على استعداد لضخ 65 مليار استرليني في سوق السندات بواقع 5 مليار كل يوم لمدة 13 يوم، وتحديداً لحد يوم 14 أكتوبر كإجراء مؤقت وسريع لإنقاذ السوق. نائب محافظ بنك انجلترا بيقول أن لو كان البنك اتأخر كام ساعة بس في تدخله كان صناديق معاشات تقاعدية كبيرة انهارت، وكانت هتحصل عمليات تصفية كبيرة للأصول، وده طبعاً لو كان حصل كان هيكون ليه تأثير الدومينو على السوق. تاني قطاع البنك المركزي كان مهتم بإنقاذه هو قطاع الرهون العقارية. بريطانيا فيها النهاردة 1.7 مليون شخص على الأقل واخدين قروض رهن عقاري بأسعار فايدة متغيرة مش ثابتة، يعني بتطلع وبتنزل مع السوق. لما العوائد على السندات الحكومية البريطانية زادت بشكل كبير في أواخر سبتمبر، كتير من البنوك والشركات اللي بتقدم النوع ده من القروض رفعت معدلات الفايدة على القروض العقارية اللي مديها للناس بحيث تتناسب مع الزيادة اللي حصلت في معدلات العوائد في سوق السندات. تخيل نفسك راجل بتدفع 1000 استرليني كل شهر قسط قرض رهن عقاري، بقيت مضطر تدفع 1500 او 2000 استرليني. في الحالة دي جزء كبير من المقرضين والمقترضين هيتعثر، وقدرة الناس على تحمل قروض رهن عقاري جديدة هتقل، وبالتبعية مبيعات المنازل هتقل. الحلقة المفرغة دي ازاي نكسرها؟ نخفض العائد على السندات الحكومية من خلال شرائها بكميات كبيرة، وده اللي عمله البنك المركزي. في هنا ملاحظة اتمنى انه يكون حد منكم واخد باله منها. بنك انجلترا هدفه الاساسي وشغل الشاغل من بداية السنة هو السيطرة على معدل التضخم. طب منين ده هدفه؟ ومنين راح اشترى سندات بمليارات وبالتالي طبع استرليني وزود سيولة في السوق؟ مش ده المفروض انه بيزود التضخم اللي البنك بيحاربه؟ مع الاسف الحكومة البريطانية بسياساتها غير المسؤولة اضطرت بنك انجلترا انه يشتري سندات بمليارات علشان يسيطر على معدلات العائد ويسند السوق وينقص قطاعات مهمة، في حين ان خطته الاصلية كانت بيع متدرج لمحفظته الضخمة من السندات وسحب السيولة من السوق. البنك اختار انقاذ السوق من الانهيار الوشيك على حساب التضخم، ولكنه طبعا من اول لحظة دخل فيها وهو موضح ان ده اجراء مؤقت اخر يوم 14 اكتوبر. الطريف بقى هو ان كل ما يوم 14 اكتوبر يقرب كل ما السوق يقلق، لان كده المركز هيخرج من اللعبة ويسيبهم للحكومة. والحكومة على الناحية التانية ممثلة في رئيسة الوزراء ليز تراس ومستشار الخزانة كويس كوارتينج متمسكين بخطتهم المثيرة للجدل، لكن في النهاية العناد ما بينفعش مع الاسواق المالية، والطريقة الوحيدة للسيطرة على الاسواق دي هي من خلال طمأنة المشاركين فيها، ومحدش هيطمن طول ما الخطة المشؤومة دي موجودة. علشان كده كان لازم ليز تراس تتراجع غصب عنها مش بمزاجها، وبداية الرجوع للخلف كانت من خلال التراجع عن إلغاء ضريبة الدخل على أصحاب الدخل المرتفع اللي بيزيد عن 150 ألف استرليني في السنة. في 3 أكتوبر كوارتينج طلع قال أنا سمعتكم، أنا فهمتكم، صوتكم وصل، مش هنلغي الضريبة عن الأغنياء. من سوء حظه السوق ما استجابش للخطوة دي، لأن التراجع عن إلغاء ضريبة 45% بيوفر 2 مليار استرليني بس من إجمالي التخفيضات اللي قيمتها زي ما قلت من شوية 45 مليار استرليني. خطتك لسه فيها تخفيضات ضريبية غير ممولة قيمتها 43 مليار استرليني، هتجيبهم منين يا أستاذ؟ كوارتينج كان المفروض يجاوب على السؤال ده يوم 31 أكتوبر اللي جاي لما يعرض الميزانية المفصلة على البرلمان، ولكنه ملحقش، اتخطف يا عيني. اللي حصل بالظبط هو إن كله كان خايف من اللي هيحصل يوم 14 أكتوبر بعد ما بنك انجلترا يخرج من سوق السندات اللي فضل سنده أسبوعين. لو البنك خرج والحكومة لسه متمسكة بخطتها السوق هيقع، وبالتالي كان في حلين، يا إما البنك يمدد عملية التدخل في سوق سندات ويفضل يطبع ويشتري، يا إما الحكومة تعقل وترجع عن السكة الشمال اللي ماشية فيها. يوم الأربعاء 12 أكتوبر مستشار الخزانة البريطاني كويس كوارتينج وصل واشنطن علشان يحضر الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي. تاني يوم له في واشنطن صحفي من بي بي سي بيسأله تفتكر أنت هتكون مستشار للخزانة البريطانية الشهر الجاي؟ فرد كوارتينج نصا عليه وقال absolutely 100% I'm not going anywhere، يعني أيوة هفضل مستشار الخزانة وقاعد على قلبه مش هروح في حتة. ممرش كام ساعة على التصريح ده لقينا كوارتينج بيقطع زيارته لأمريكا بشكل مفاجئ وبيجري على المطار علشان يركب طيارة تابعة للخطوط الجوية البريطانية ويرجع بعد رحلة استمرت 7 ساعات لمطار هيثرو في لندن صباح الجمعة 14 أغسطس. تراس بعتت تجيبه من أمريكا علشان ترفده من منصبه. كوارتينج كان مصدوم مش مصدق إن تراس رفضته.
حياته. كوارتينج ما عادش في منصبه أكتر من 38 يوم، وده يخليه صاحب تاني أقصر فترة في المنصب ده في تاريخ بريطانيا، لكن على أي حال ما نقدرش نقوله غير معلش. المهم، إقالة راس لكوارتينج كانت نوع من الإذلال السياسي لنفسها، لأن من ناحية كوارتينج كان حليفها الأقرب وأكثر المؤمنين بأفكارها الاقتصادية، ومن ناحية تانية المستشار الجديد اللي هي عينته واللي هو وزير الخارجية السابق جيريمي هانت معارض ليها وكان بيدعم خصمها في حزب المحافظين. وبجملة البهدلة وقلة القيمة، تراس قالت في نفس المؤتمر اللي أعلنت فيه إقالة كوارتينج إنها هتتراجع عن إلغاء خطة رفع ضرائب الشركات. ده معناه إنه بداية من إبريل الجاي أي شركة في بريطانيا بتكسب أكتر من 250 ألف استرليني الضرائب عليها هتزيد من 19% ل 25% زي ما كان مخطط قبل كده، وده هيزود دخل الحكومة بحوالي 19 مليار استرليني. 19 مليار استرليني دول لما تحط عليهم 2 مليار بتوع ضريبة 45% اللي تراست رجعت عن إلغائها يبقى كده 21 مليار. نشيلهم من 45 مليار استرليني اللي هما القيمة الكلية للتخفيضات الضريبية في الميني بادجت، يفضل 24 مليار استرليني تخفيضات ضريبية غير ممولة لازم تراس محتاجة توضح هتمولهم ازاي. هل تراس هتلحق تجاوب على السؤال ده؟ الله أعلم. حاليا في شكوك كبيرة حوالين استمرارها في منصبها، ولو مشيت قبل نهاية السنة هتبقى صاحبة أقل مدة في رئاسة وزراء بريطانيا في التاريخ كله. أنا كده خلصت كلامي، وكالعادة عندي سؤال لحضراتكم. ليه تراس زي ما قلت لكم من شوية بعض الناس شبهتها برئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر؟ ايه رأيكم نعمل حلقة عن المرأة الحديدية الحقيقية مش التقليد؟ لو حابين الفكرة عرفوني في التعليقات. وفي النهاية لو عجبتك الحلقة دي وحابب تشوفنا تاني اشترك في القناة واستنانا في حلقات جديدة بإذن الله. سلام.